الو، فيديو كل يوم. منشار الاركت او الجيك سو، المنشار اللي مليان مميزات واهمهم انه اقل منشار تخاف منه او تخاف تشتغل بيه. ايه افضل منشار اركت اقدر اشتريه؟ هنقول بعض المميزات بالترتيب عشان لما تروح تشتري منشار تتأكد انهم موجودين فيه. اولا، حاول يكون سريع الفك والتركيب بالنسبة لسلاح المنشار، لان في انواع بتركب السلاح باستخدام صامولة ومفتاح الين، فاضيين احنا للكلام ده. ثانيا، يكون في نفخ امامي للغبار، يعني بيطير النشارة من قدام السلاح عشان تقدر تشوف هتمشي ازاي. ثالثا، يكون فيه شفط للغبار من ورا، تركب خرطوم المكنسة تشفط النشارة وبتريح دماغك من وجع القلب. رابعا، لو انت بقى بتشتغل على اخشاب متنوعة، هات اللي بتقدر تتحكم في درجة ميل السلاح اثناء القص. هي حدوتة طويلة شوية، انما بتتعمل من الزرار ده، مهمة جدا. وزي ما بنقول دايما، حتى لو مش هتجيب العدة الاصلية هات لها سلاح اصلي عشان تاخد شغل نضيف وتريح الماتور بتاع العدة. يلا، كل سنة وانتم طيبين.